وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر خدمة سكايب الدكتور علي فطوم، خبير اللقاحات وأستاذ علوم الأحياء بجامعة ميشيغان الأمريكية. أهلا بك دكتور. أهلا بك، شكرا على الاستضافة. أهلا وسهلا. إذن دكتور، كيف نفهم تطمينات منظمة الصحة العالمية اليوم؟ التطمينات هي واردة نتيجة للمعطيات الموجودة حتى الآن اليوم. حتى الآن ماذا يوجد بالنسبة لهذا المتحور؟ أولا من النتائج والمعطيات من جنوب أفريقيا أن الحالات التي كانت موجودة كانت حالات خفيفة، لم تكن حالات صعبة بالمرة. لم يكن هنالك أيضا دخول إلى المستشفيات، وأيضا الأعراض التي ظهرت على أولئك الناس أو أولئك المرضى كانت أعراض ليست كثيرة وليست صعبة. نعم. وبالتالي تم علاجها نتيجة للحجر والرجوع إلى البيت وليس إلى المستشفى. إذن كل هذه المعطيات مع بعض تشير بالإضافة إلى قضية أن الأكثرية الساحقة من هؤلاء كانوا من غير المطعمين. نعم. أن هنالك إشارات جيدة وإيجابية للمستقبل من ناحية الأعراض الخفيفة ومن ناحية إمكانية أن اللقاحات المتواجدة اليوم تستطيع أن تغطي هذا المتحور الجديد. إذن لدينا نقاط كثير جيدة للتفاؤل بالأيام القادمة. نعم، كذلك دكتور، أبدت منظمة الصحة العالمية تفاؤلا بشأن فعالية اللقاحات، على أي أساس دكتور توصل خبراء المنظمة لهذه النتيجة؟ إذا نظرنا إلى المناطق التي ظهرت فيها هذه الطفرات من ناحية المبنى للبروتين الذي يرتبط مع الخلايا الإنسانية، نلاحظ أن هذه المناطق تشبه تلك المناطق أو في نفس المنطقة التي نتحدث عنها مع متحور دلتا. الآن السؤال الآخر هو أن عندما نطعم الشخص يكون لدينا أجسام مضادة ومناعة ذات خصائص مختلفة. إذا أنا مروحة من الأجسام المضادة للمناطق ككل، وبالتالي تغير في مكان معين قد يبطل مفعول جزء معين من هذه الأجسام المضادة، ولكن الأجسام الأخرى والخاصيات الأخرى ما زالت تستمر. ولذلك إذا رفعنا نسبة الأجسام المضادة حتى لو خسرنا جزء صغير من تلك الأجسام نتيجة لهذه الطفرات، فما زال لدينا خاصيات أخرى تستطيع أن تقوم بهذا العمل. وبالتالي عملية وصول اللقاحات وإعطاء اللقاحات إما لتكملة من لم يأخذ اللقاح ليأخذ اللقاح بصورة سريعة، وأيضا أولئك الذين أخذوا اللقاح ونسبة الأجسام المضادة قد انخفضت، من الممكن إعطائهم الجرعة التحفيزية. بمعنى دكتور، هل أنت من نسبة الأجسام المضادة؟ بمعنى دكتور، هل أنت تتحدث عن جرعات أو عن طريق الجرعات المعززة هنا؟ نعم، أعتقد أن أول شيء يجب الوصول إلى حالة من التطعيم الكامل للأكثرية الساحقة من الناس الموجودة في أي بلد. نعم. وهي تطعيمين اثنين من كل هذه اللقاحات، هذا شيء أساسي يجب أن يكون الأولوية الأولى. الأولوية الثانية هي أولئك الذين قد أخذوا هذه اللقاحات بصورة متكاملة، أي جرعتين، ولكن لديهم أمراض مزمنة أو أمراض خلفية من أمراض معينة، هؤلاء يجب أن يذهبوا إلى الجرعة المحفزة. بينما أولئك الذين لديهم صحة جيدة قد ننتظر حتى نعطيهم الجرعة المحفزة إذا كان هنالك نقص. إذا كان لدينا هذه الطرف من وجود أعداد كبيرة من الجرعات، نستطيع أن نعمم الجرعة المحفزة على الجميع، ولكن طيب، في اعتقادي الأولوية الأولى يجب أن تكون الوصول إلى أولئك الذين لم يتطعموا حتى الآن لأخذ اللقاحات قبل أن ندخل إلى عملية التحفيز. نعم، طيب دكتور علي فطوم، حتى الآن وبالنظر لما هو متوفر من معلومات، ما الفرق بين متحور دلتا وأوميكرون؟ التغير هو تغير مبنوي أو بنيوي، أي أن كان هنالك بعض الطفرات التي حصلت، وبالتالي تسلسل الأحماض الأمينية على هذا البروتين قد تغيرت. هذا التغير قد يكون لديه
تأثير طفيف على البنية الثلاثية لهذا البروتين، وبالتالي قد يؤثر على عملية الارتباط، إما أن يزيد عملية الارتباط في الخلايا وتزيد شراسة هذا الفيروس، أو أن تقل هذه الإمكانية. وهل تختلف طرق انتشار هذا المتحور عن بقية المتحورات؟ هي التغير في المبنى البروتين الذي يتصل بالخلايا. نعم، وهل تختلف طرق انتشار هذا المتحور عن بقية المتحورات؟ حتى الآن لا نعرف، يعني ما جرى حتى الآن أن يعني لا يشبه ما حدث مع متحور دلتا. متحور دلتا انتشر بصورة هائلة جدا بعد الظهور في الهند، وانتشر على مستوى العالم، وكانت هناك حالات صعبة وكبيرة جدا قد حصلت. ما نراه الآن أنه قد حصل في منطقة معينة في جنوب أفريقيا، ويعتقد أن ذلك حدث خلال أسابيع قليلة ماضية، ولكن ما يحدث الآن في العالم أو في الأماكن المختلفة التي نرى في هذا المتحور هو نتيجة للمسافرين الذين يسافرون في الطائرات وينتقلون من مكان إلى مكان. ليس لدينا معلومات ومعطيات تشير إلى أن هذا الفيروس ينتشر بصورة أسرع من الدلتا. شكرا جزيلا لك الدكتور علي فطوم، خبير اللقاحات وأستاذ علوم الأحياء بجامعة ميشيغان الأمريكية. شكرا جزيلا لك دكتور، كنت معنا عبر خدمة سكايب. شكرا لكم.